طبعا متضرر، لان المفروض في ضغط جدا الصبح بعد الظهر لغايه الساعه 10 بالليل و11 بالليل كمان لغايه ما ينتهي ميعاد التجوال الساعه 12، وهو زحمه جدا. حتى الامن يعني من وزارات الامن ان احنا ما يبقاش في تكثف نظريات الامن، بنحب كل ما يبقى فيه تفتت في التجمع من اهم نظريات الامن، يبقى في تكثف كده عرض تحرش وعرض سرقه وعرض زهقان وسب وحاجات كتير. هم في الاول يعني قالوا عشان دواعي امنيه والقلق اللي في البلد والتوتر وكده، فكان في الاول ممكن يكون عندهم حق وكده، بس دلوقتي الدنيا زحمه وحضره تجوال، والواحد بيحس ان هو يعني بيبقى متضايق وراح الشغل او جاي من الشغل، خصوصا يعني الزحمه كتير دي والخناقات كل شويه، دي من ضمن الاسباب يعني دي بتخلي الواحد بيبقى نفسيته تعبانه وراح الشغل او جاي من الشغل. انا متضرره منه باني انا بتعطل كتير جدا في المطبات ووقت التفرج هم عندهم الدواعي الامنيه والشعب بيتقبل كل حاجه تحت بند الدواعي الامنيه، غلاء اسعار تحت الدواعي الامنيه، قطع نور برضو لك ماليش دواعي امنيه، الدواعي الامنيه ان احنا العمل يبقى فيه حلول سياسيه وحلول تفكير. انا حتى كل ما يبقى فيه تكدس وفيه تزيد الدواعي الامنيه، يعني كل ما يبقى فيه تكدس والتحام يبقى الدواعي الامنيه اكتر ما تعرفش تسيطر عليها، اما ما يبقى فيه عدد اقل تقدر تسيطر ويبقى الدواعي الامنيه مطلوب. يعني صح؟ يعني ما يفتح محطه التحرير ويبقى فيها انتقالات قطارات، يعني تغيير المسار من خط شبرا لخط المرج مثلا او من خط من هناك بدون الصعود والخروج، تبقى محطه بس تبادل هيقل الاعداد دي ويبقى فيه في محطه الشهداء اقل من كده بكتير كثافه. انت كمواطن حاسس ان الوضع الامني، انت مطمئن لفتح المحطه؟ مطمئن؟ لا ما اقدرش احكم عليها. كمواطن احساسك لو محطه مترو السادات دلوقتي فتحت هتقدر هتنزل؟ هنزل. مش هتخاف من القلق ان هم قالوا ان هي الدواعي امنيه؟ اذا كان ضرر النهارده فخير لينا بكره، احنا بنامن النهارده عشان بكره. يعني احنا بنامن المحطه دي عشان حتى ما نضمنش بكره في ايه، ولما الدنيا تستقر هتتفتح المحطه وهتبقى البلد زي الفل.